المجموعه اللي احنا قلناها التي توجد مثلا في حاجه زي اوكسي فري، اوميجا، سيلينيوم، زنك، فيتامين اي، وزنك، فيتامين اي، طب ما ده كله ممكن يفيد مريض السكر لانه مضاعفات مرض السكر ديفينتلي نقص الحاجات دي كلها. كمان تاثيره على الاوعيه الدمويه، وده برضو تاثيرات مثبته علميا، يعني الكلام ده يعني ده ساينس. احنا بنتكلم في ان الاوعيه الدمويه اللي هي بتبوظ في مرضى السكر بتبتدي مكوناتها تطلع بره الانتجريتي، عشان هي بتبوظ ليه؟ من المواد المكسده اللي هي السنجلت اوكسجين والهايبر والاتش 2 او 2 والتريبلت اوكسجين بالظبط كده، الحاجات اللي هي بتطلع بتروح ضربة الخليه في مقتل تريك على طول كده. فاما بنيجي ندي مضادات الاكسده فبنقلل الستريس على الاوعيه الدمويه، فبالتالي نحافظ على ان الدم بيمشي جواها وما يطلعش براها بكل الاضرار اللي بتحصل بقى على ان مكونات الدم بتطلع في الانسجه، تورم الانسجه، يحصل تشحات في مركز الابصار، يحصل نوع من التغيرات الشبكيه التي تؤثر او تؤدي الى مشاكل كتير جدا لمرضى السكر.